سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا، اذا كنتي اول مره تشوفي لاشين تاعي ما تنساش ديري لي متابعه وتفعلي الجرس هكا باش يلحقك كل جديد، باسكو على بالي بلي راح تستفادي معايا بال بزاف. دونك فوالا فالو، اليوم خيرت لكم سوجي فريمون حساس. لو سوجي هذا علاش حبيت نهضر عليه؟ باسكو على بالكم بلي راني ندير دي لايف كل يوم، نديرهم على 11 تاع الليل، ونقصر مع البنات ويحكيوا لي مشاكلهم وندي ونجيب معاهم. يعني شفت بلي كاين بروبليم كبير في التخمام على الخطوبه ولا على الزواج، دونك كان لازم عليا اني ندير هاد لا فيديو باش نفيدكم وتفتحوا عينيكم على بزاف حاجات بالك نتوما كنتو مغلطين فيهم. دونك ننصحكم بالبزاف اذا كنتي مخطوبه ولا راكي على وجه كيما نقولوا على باب خطوبه، ننصحك بالبزاف بالبزاف تشوفي هاد لا فيديو حتى للاخر. فوالا، دونك لا فيديو تاع اليوم راح تكون شنو هما الاسئله اللي لازم عليك تعرفوا كلمه لازم عليك تناقشيهم مع الخطيب ولا الانسان اللي راح يتقدم لك، باش تعرفي اسكو صح هاد الانسان يناسبك ولا لا. فوالا، دونك جينيرالمون حنايا تلقايها باللي سوا الراجل سوا المرأة تلقايهم باللي شغل نركزو بوكو بلوس على الشكل. أول حاجة نركزو على الشكل، باغ كونطخ هي نورمالمون ما تركزوش على الشكل. دونك أول قاعدة حبيتكم تتعلموها، إذا تقدم لكم كاش واحد ولا كنتو في غولاسيون مع كاش واحد ويعني حابين تتقدموا في خطبة ولا، أهم حاجة خليو الشكل على جه. يعني ما تخمو لا في الشكل لا في اللبسة لا في حتى حاجة، أهم شي التوافق ما بيناتكم، لأنه هذا هو الشيء اللي راح يخلي الاستمراريه وراح يخلي يعني الزواج تاعكم الخطوبه تاعكم تنجح وتقدروا تنجحوا. علاش حبيت ندير لكم هذا الموضوع؟ على خاطرش كاين بزاف بنات يحكيوا لي هكا في لي لايفات، وتلقاي بلي وحده صافي 7 سنين، كانت تقولك 6 سنين 4 سنين، عرفت واحد، وحده تقول لي انا كي تزوجت تصدمت بالامر الواقع، ما على باليش وشنو. علاش يتصدموا؟ علاش الانسان يصطدم مور الزواج بالامر الواقع؟ باسكو حنا فتره الخطوبه مديوره للتعارف، يعني ماهيش مديوره للقصره، هذيك القصره وخلاص. احنا في الجزائر القصره تاعنا يعني فتره الخطوبه وشنو هي؟ تبدا تهضر معاه في التليفون وشنو لي سوجي تاعهم، لي سوجي تاعهم بلا ما نكتبوا، واش تحب تاكل، واش تحب في المراه، ما على باليش انايا، وشنو الحاجات اللي يعتريوك في المراه، وشاك ليسونسيال لي سوجي راكم على بالكم. يعني دي سوجي فريمون 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 جايحين ما راح يفيدوكم والو في المستقبل. ينساو بلي كاين مواضيع اللي لازم تتناقشوهم فتره الخطوبات، بروفيتيو الماكسيموم باش تعرفوا معلومات على رواحتكم على بعضكم البعض. دونك نبداو من بين الاسئله اللي لازم تسقسيهم له باش هكا تعرفي العقليه تاعو اسكو تتوافق معاك ولا لا. ومن بعد نقولكم علاش يكثر الطلاق، ونقولكم تاني علاش تصرى سيباراسيون بزاف، ونهضر لكم على بزاف حاجات. دونك ننصحكم تكملوا للاخر. دونك اول سؤال، شوفوا ماذا بيا تحكموا ورقه وستيلو. ما رانيش اليوم راح نكون شويه مزيره معاكم على خاطرش لي بروبليم اللي راهم يصراو بزاف هو استهزاء من عندكم نتوما ولا من عند الراجل. دونك اول حاجه لازم تحكموا ورقه وستيلو وتكتبوا كامل لي كيستيون اللي راح نعطيهم لكم، واي حاجه كيستيون من هذوك لي كيستيون ما على بالكش الرد تاعها للخطيب تاعك ماذا بيك تسقسيها له. دونك اول كيستيون اللي لازم تسقسيها له هي الخدمه. اسكو يقبل مرتو تكون خدامه ولا لا؟ باسكو علاش كاين بزاف نساء اللي ما يتخلاوش على الخدمه تاعهم، تقولك انا قريت وتعبت ولحقت ولقيت بوستيتو ما نجيش الراجل من بعد يقعدني في الدار. دونك هذا سي تان شوا، كل واحد كيفاش، كاين اللي يحب مرتو تريح في الدار، كاين اللي يحب مرتو عادي يدعمها يخليها تحقق طموحاتها ايتو. ولكن لو بروبليم سي كو دي فوا المراه جوغ يسقسيها شغل تسقسي راجل تقول تحب مرتك تخدم، يقول لها لا ما نحبش مرتي تخدم، يقول هاي تسمى غير نساي الخدمه مور الزواج. لو بروبليم اللي يصرى انه هي تقول داكوغ يا با سوسي، باسكو علاش تحوس دير الخادم، تحوس تلبس لا روب، تحوس تتزوج، تحوس دير الدار، وهي على بالها بلي ما راحش تقبل. يعني اعذروني على الحس برا الله غالب،
قلت لكم هي باش ديروا فيه دايتو، تقول لك نقول له ايه، ومن بعد هاتيك مر زواج ساهل، هاتيك تاع مر زواج ساهل نحيوها من قاموسكم. تعرفي كلمة نحيها؟ نحيها، عندك حاجة تقوليها قبل الزواج، ما عندكش حاجة تقوليها قبل الزواج، ماشي مور لو مارياج تبداي تكسري له في راسه وتقولي له وانا كرهت الدار واني حابة نخرج نخدم، ما حملتش هاد المعيشة، مرانيش مرفه بالدار، انا ما جبتش الدبلوم تاعي. دونك هو قبل الزواج قالك بلي ما نقبلكش انايا خدامة، يعني علاش تخليو هاد المواضيع تافهة بالنسبه لكم؟ هما مواضيع حساسه جدا، لانه لو كان جو نشوفوا باللي نسبه الطلاق مشاكل من بين المشاكل اللي صراو في الطلاق هما هاد المشاكل تاع حبت تخرج تخدم وهو ما خلاهاش وهي خيرت باش تخدم. فوالا، دونك انت عندك لو شوا، انت حقك انك تخدمي وهو حقه انه يقول لك تخدمي ولا ما تخدميش. لو بروبليم وين راهو؟ لو بروبليم سيكو تكذبوا على بعضكم قبل الخطبه. يعني انا اول نصيحه ننصحها لكم، كونوا شفافيين، ما تكذبوش، كوني انت، كون انت، يعني كونوا صريحين لابعد درجه، هكا باش ما يصراش اصطدام مور الزواج ومن بعد تبداي تقولي ما كانش على بالي بلي هكا ودايرته يتبدل. ما كانش لي يتبدل، باسكو كل واحد ربي كيفاش خلق عقليته، كل واحد وين تربى، كل واحد لونتوراج تاعو، كل واحد كيفاش كبر. فوالا، دونك اذا كنت انت تقبلي انك ما يعني قالك ما تخدميش مع الزواج وانت تقبلي صح ما تخدميش مع الزواج، خلاص قولي له اوكي نقبل. بصح اذا عارفه روحك بلي ما تقبليش وتقولي له نقبل، يعني هنا راح يصرى لك بروبليم الزواج، وديري بيان في بالك راح يصرى لك دي بروبليم كبار ماشي صغار. فوالا، دونك هذه لا كيسيون الاولى اللي تقدري تسقسيها له. تاني سقسيه، سقسيه هو، قولي له اسكو انت في خدمتك تسافر، يعني انت عندك بزاف لي فواياج ايتو في خدمتك، لازم تسقسي على خدمته كيفاش دايره، الوقت تاعها، باش تشوفي اسكو يساعدك ولا لا. لا، ماشي انت تدي واحد اللي ما على باليش يروح بالشهر عنده خدمته، كيما نقولوا تسيف عليه انه يروح بالشهر ولا لازم له شاك دو جوغ تخوا جوغ يسافر ولا شاك سمانه يسافر. ومن بعد تيك مور الزواج تقولي له ما كانش على بالي بلي هكا انا نهار كامل وانا وحدي انا نو. قبل الزواج سقسيه قبلتي قبلتي، ما قبلتيش ما تقبليش، يعني ما كان لا تتوهموا رواحتكم بلي تقدري تقبلي مور الزواج حاجه انت نفسيا ما راكيش متقبلتها، قولي ما رانيش متقبلتها. هذه هي لا كيسيون دوزيام اللي لازم تسقسيه عليها، اللي هي شوفوا هاد لي كيسيون دخلوها في القسره، جوغ ماشي دوك كي تحكمي ورقه ستيلو كتبيهم، كل يوم سقسي حاجه بلا شغل بلا ما تحسي بلي راكي تستجوبي فيه، فهمتي؟ وانتم ما تقصروا، قولوا يرحم بابا، قول لي زعما نتايا كيفاش كون نتزوجوا ان شاء الله راح نسكنوا مع داركم، نسكنوا وحدنا، اذا راح نسكنوا وحدنا اسكو راح تكري ولا راح عندك دارك وحدك، فهمتوا؟ ما فيها والو، هاد لي كيسيون لازم تسقسيهم لبعضكم قبل الزواج، تكوني على بالك وين راكي رايحه تعيشي، ماشي ومن بعد تيك تلقاي روحك تخبطتي في حيط وما على بالكش وما على بالش شنو. اذا قال لك راح نسكن مع دارنا، يا بنت الناس شوفي روحك اسكو راكي كابابل تسكني مع دارهم ولا لا. لا، باسكو هذه اكبر مشكله تسبب الطلاق، تقول له ايه ومن بعد مور الزواج ميم با بشهر، ميم با ما تغلقش هذاك الشهر تبدا تكره له في حياته، وانا وكرهت وخياتك ويماك، انت على بالك باللي احنا نسى الله الله نغليو نغليو نغليو. دونك علاش تقولي له ايه من الخطا الاولى؟ هو من الخطا الاولى كان صريح قال لك بلي نسكن مع دارنا، من الخطا الاولى فوالا قال لك انت اللي قبلتي، دونك تتحملي مسؤوليه قرارك من قبل الزواج، تحملوا مسؤوليتكم، ما تقولوش ايه باش تتزوجوا برك. اذا حبيتي تسكني وحدك ادي واحد اللي عنده ساكن وحده، شوفوا سي سامبل، ماشي تدي واحد اللي يقول لك هو قال لك بلي تسكني مع دارنا ومن بعد مور الزواج تبداي تكرهي له في حياته، وانا خرج كريلي وبالك هو سيتياسيون ما تسمحلوش، وانا ما نحملش نعيش مع داركم، وانا ما على باليش بلي كان هكا. لا لا، على بالنا كاع، على بالنا بلي كي تسكني مع دار الشيخ 80% ما نقولوش 100% يصراو خلافات يصراو. دونك فوالا، باش نكونوا على بالنا لازم تسقسي هذا السؤال، واذا قال لك نكري تاني لازم تعرفي اسكو يكري ولا لا، لا اسكو دارو وحده، هادو كامل من حقك، وتشوفي اسكو تقبلي ولا لا. لا، لا تخوازيام كيستيون، اسكو انت من لو جور، وانتو ما تقصروا، انا قلت لكم لي كيستيون يدخلوا هكا وانتو ما تقصروا، قولوا اسكو انت من لو جور اللي حاكمين عليك صحابك، يعني تحب تخرج بزاف صحابك، يعني لو كانت الزوج اسكو تبقى توجور تخرج مع صحابك؟ كيفاش راح يكون الريتم تاعك في راسك بعد الزواج؟ كيفاش راح تبقى مع صحابك؟ باسكو كاين بزاف بنات اللي يتزوجوا وراجلها يبقى يقصر حتى ل 12 على ليل 11 على ليل مع صحابو، يخرج كلي ما عندوش مرا في الدار. دونك انت لازم لك تسقسي لواحد لا كيسيون من قبل الزواج وتشوفي الرد تاعو، باسكو الواحد كيكونوا حاكمين عليه صحابو صدقيني ما راحش يكذب عليك ويقول لك لا لا ونولي في الدار، صدقيني غير يقول لك باللي يا اختي، يقول لك راح تنحي لي صحابي، جوغ ميم اذا قال لك انا ما نكذبش عليك لازم نخرج مع صحابي تحوسي تحجبيني في الدار، بصح تسقسيه قول زعما كي
تخرج مع اصحابك، شعال تريح مع اصحابك، اسكو تجي من الخدمه قبل تخرج مع اصحابك وما تجينيش حتى للليل، اسكو راكم فاهميني؟ دونك شوفي روحك اسكو هاد السيتياسيون طايح عليك ولا لا، اسكو تتقبليها ولا لا. ماشي مور الزواج تبداه وانا كرهت لي حياتي وصحابك، نو قبل الزواج ولي على بالك واش كاين باش مور الزواج ما تتصدميش. هذه لا ترويزيام كيستيون. لا كاتريام كيستيون ومهمه مهمه جدا، سقسيه قولوا له كانت صرا بيناتنا كاش حاجه غراف بعد الشر مور الزواج، قولوا اسكو تخلي داركم ولا دارنا يدخلوا روحتيهم وشوفي لا ريبونس تاعو. ومن بعد سقسيه قولوا اذا زعما تهردت خلاص زعما صرات ديقه بيناتنا خلاص لحقنا للموس العظم ما فيهاش، قولوا في ميزك شكون هو الانسان ولا الانسانه من لا فامي تاعك اللي تدير فيها كونفيونس وتسمع لها كي صرا خلاف بيناتنا، يعني هذا الانسان ولا الانسانه اللي هو يتاثر به. يعني لو كانت روحي انت لهذاك الانسان ولا الانسانه هذيك على بالك باللي كنت راح تهضر لك مع راجلك ولا راح تطيح كيما نقولوا الرحمه، باسكو دي فوا النساء كاين اللي خلاص تهلكها معاه وتتغلق كامل البيبان في وجهها، تروح تهضر مع عباد بالك من لا فامي تاعو اللي يشعلوا النار ويشيعوها في لا فامي، تو هو اصلا ما يحبهمش يسمعوا بلي بروبليم تاعو. هي صح كنصيحه خليو لي بروبليم تاعكم بيناتكم، معناتها انت وهو ما كاش انسان ثالث، ما كاش انسان ثالث، هذه كنصيحه. ولكن دي فوا يلحقوا لي بروبليم يكبروا بزاف ويخرجوا عن السيطره، دونك في هذاك الوقت لازم لك من دوكا تعرفي شكون الانسان اللي يتاثر به. وهذاك الانسان لو كان تروحي وتقولي له يدخل بالصرح بيناتكم راجلك ما راحش يزعف، يعني على باله بلي هذاك الانسان راح يخليها بيناتكم، ماشي انسان اللي يروح يشيعها كامل في لافامي يقول لهم فلانه وفلان صرا بيناتهم بروبليم ولحقوا طلاق ولا ما على باليش، وان ميم طون يكون يسمع له فوالا. وانت تاني قولي له على بالك انا شكون، جوغ على بالنا بلي الرجال ما يسقسوش كيما حنا نسا، دونك انت تاني قولي له انايا كي تجاوبك قولي له على بالك انا شكون اللي نسمع لها بزاف الهضره. زيدي انت اعطي له الانسانه اللي ديري فيها الثقه بزاف باش اون سي جامي كاش حاجه ولا ما يروحش الانسان الغلط ولا الانسان الغلط اللي يقدر ما يصالحش بيناتكم ويقدر يشيعك، دونك يروح الانسانه اللي صح انت تسمعي لها وتعطي لها يعني الوجه فوالا. لا سانكيام كيسيون ضحك هاد لا كيسيون باسكو دوك نقول لكم، سقسيه اسكو تحب لي فواياج ولا لا لا، باسكو شوفوا مني تسقسيه اسكو تحب لي فواياج ولا لا لا، تعرفي روحك اسكو راح تولي تروحي لي فاكونس ولا ما تروحيش، من دوكا تعرفي روحك. سقسيه بون باردون دبانه رايحه جايه ما فهمتش، قولي له اسكو تحب تروح يعني تدير دي فواياج ولا لا لا. وسقسيه اهم سؤال قلت لكم تسقسيوه اسكو كي نروحو نخرجو زعما نخرجو نروحو فاكونس ولا نخرجو نحيو على خاطرنا ولا، اسكو تبريفيري نروح غير انا وياك راسي راسك ولا تبريفيري نكونو اون فامي تو. تي كي تسقسي هاد لا كيسيون ما تحسيش باللي انت راكي كونتر يخرجو مع لا فامي تو، سقسيه جو كانك راكي حابه تعرفي، فهمتوني؟ اسكو قولي له اسكو تحب نروحو فاكونس مع لا فامي تاعك اون فامي زعما كي تزيني فيها وانت حصراه قال انا بلي نحبو نكونو راسنا راس راجلنا ولا تحب نكونو سير راسك. بروميييرمون تعرفي اسكو السيد هذا يحب يروح يحوس يعني كي رايحه تروحي لي فواياج والدنيا ولي فاكونس تجوزيهم حاله، او ميم طون تعرفي اسكو راح تولي لاصقه توجور مع دارهم ولا فامي تاعو ولا راح تكون عندك استقلاليه، وهذا الشيء انت اللي تحدديه. اسكو تقبلي بهذا اذا قال لك انا دائما نحب نخرج مع دارنا تكوني شوت هي روحك بلي هذا هو الراجل اللي راح تاخذيه، قال لك بلي نولي نخرج مع دارنا، ماشي مرات زواج تولي تقولي له وانا وكرهت ونحوست راسي راسك من قبل الزواج راكي سقسيتيه وعلى بالك بلا ريبونس تاعو. دونك تحملوا، راني نقول لكم كي تسقسيو هاد لي كيستيون تحملوا نتوما لا ريبونس تاعكم، اذا قبلتي تحملي المسؤوليه، اذا ما قبلتيش تحملي المسؤوليه فوالا. باسكو لازم اذا كنتي حتاخذي راجل لازم تكون كاين توافق، اذا من دوكا شتي بلي كامل لي ريبونس تاعو ما ساعدوكش، كيفاش انت راكي دايره في بالك بلي راح تبني معاه دار وراح تتفاهموا امور الزواج. دونك فوالا بوغ لا سيزيام كيستيون، واش تقول وشنو هما الحاجات اللي يخليوك تتقلق كراف من المراه، وشنو هما الحاجات اللي يخليوك تحب بزاف المراه؟ دونك هو راح يواجبك او ميم طون تيقولي له صبا نقول لك انا تاني وشنو الحاجات اللي نحبهم بزاف في الراجل باش يديرهم هو تاني في بالو، وشنو الحاجات اللي تكرههم بزاف في الراجل. دونك اذا قال لك حاجات يكرههم بزاف في المراه ديري في بيان في بالك، اذا كانوا فيك هاد العيوب ايفيتيهم باسكو راح يديروا لك بروبليم في المستقبل، اذا كان كاين عنده حاجات يحبهم في المراه راح تخدمي على روحك باش تولي ديريهم له ام شغل او موا يصرى موده بيناتكم وتكبري في عينه، او ميم طون هو تاني يعرف الحاجه اللي تقلقك والحاجه اللي تزعفك فوالا. لا سيتيام كيستيون اللي هي الحجاب،
كامل على بالنا بلي الحجاب فرض وكلش وهذه حاجة مفروغ منها، ولكن كاين بنات مازال ما تحجبوش، كل واحد يتحمل مسؤوليته. كاينه وحده ماشي متحجبه وما راهيش ناويه تتحجب، راكم فاهمين؟ في الخطوبه تبدا تهضر معاك حتى ما تسقسيش من بعد لا ريبونس، هاد لا كيسيون باردون. دونك اذا عارفه روحك انت بلي ما راحش تتحجبي ولا سقسي، يقولوا اسكو تحب مرا متحجبه ولا لا لا، مام على الحجاب طويل حجاب قصير سقسيوه باش تعرفي مور الزواج واش راح يصرا فيك. ماشي انت تقول يقول لك انا نحب مرتي تتحجب ومور تقولي له داكوغ مور الزواج ان شاء الله، ولا يقول لك نحب مرتي مور الزواج تلبس لي حجاب طويل تقولي له داكوغ، ومن بعد مور الزواج كي يقول لك لبسي حجاب طويل ولا ديري الحجاب تقولي له لا لا وما قدرتش وكنت معوله ودعي لي ربي يهديني، لا لا انت على بالك اسكو تقدري ولا ما تقدريش. ويعني انا هنا كاني نهضر في هذا الموضوع، ما رانيش نهضر من جهه الدين، اني نهضر من جهه لا مونتاليتي تاعكم. دي فوا مرا يا اختي هذه الدبانه بهدلتني. دي فوا مرا تكون على بالها بلي ما راحش تقدر دير هذيك الحاجه وتقول له ايه، ومن بعد مور الزواج كيقولها ديريها، وقالها من قبل الزواج بلي ديريها، قالت له بلي ايه، بصح مور الزواج تولي شغل يفرضها عليها باسكو هي خرجت عليه الطريق. وزيد بزيادات شغل عباكم ترخصوا بروحتيكم، باسكو علاش يقول لك كانت تقول لي ايه جوست باش تتزوج، شغل ما خرجتش مرا وقد كلمتها. اذا كنتي اذا خرجت كلمه من فمك تحملي مسؤوليتها، قادره قادره ما كيش قادره قولوا ما رانيش قادره، ويبقى القرار ليكم تكملوا ولا ما تكملوش. الكذب خليوه على جه كيما قلت لكم. دونك هذا سؤال مهم جد جد جدا، تعرفي روح قاعده على داك الشيء ولا لا لا. تاني الماديات، لا كيسيون شحال هذيك ستا تامنه الماديات، اسكو سقسيه اسكو مور زواج لو كان جيتي خدامه ولا كيفاش تتقاسموا المصروف، اسكو يعني يسحق لاباي ديالك ولا لا لا، كيفاش راح تتعاونوا كيفاش، باسكو كاين بزاف بنات يتصدموا انه يحبها خدامه كلش امور الزواج، يعني يتصدموا انهم ينحي لهم لاباي تاعهم كامل، يعني تخلص منا ينحي لها الخلصه تاعها منا. دونك جو بريفير ما تحشموش هاد لا كيسيون، لازم تسقسيها، عرفوا برك كيفاش تسقسي وما تحسوش بلي راكم تستجوبوا فيه. قولي له واش رايك كون جيت خدامه ولا امور الزواج كيفاش الخلصه، زعما اسكو تخلي لي شهريتي عادي ولا نتقاسموا ولا كيفاش ولا نتعاونوا، وراح يواجبك باش هكا امور الزواج ما تتصدميش اذا قال لك مدي لي من دراهمك ولا نتعاونوا، ولا تولي تقولي له هذه شهريتي وما تدخلش روحك. جو بريفير تهضروا قبل الزواج. فوالا تاني لا كيستيون نافيام، هما دي كيستيون باش يكونوا على بالنا 10. لا كيستيون التاسعه اللي هي دراري، سقسيه اسكو راكم راهو حاب تجيبوا دراري من العام الاول للعام الدوزيام تروازيام ايتو باش هكا، وزيدي انت قولي له واش راكي حابه، يعني ماشي غير هو واش يقول لك، هنا راكم تتعرفوا صح صح في الاسئله اللي فريمون مصيريه في حياتكم. باسكو علاش قادره انت تكوني حابه تجيبي بيبي جوستمون الزواج وما تهضروش في هذا السوجي كامل وتخليها على ربي، جوست تزوجي طيحي اونسان تابخي تجيبوا لو بيبي الاول ويلقى روحو ريسبونسابيلتي كبيره، هادو لي كوش هذا الحليب هذا بيبي يبكي في الليل هذا السهر هذا هذا، ومن بعد يولي يقول لك انا يا حسبت لي حنعيش حياتي معاك، زوجنا منا بديتي تتوحمي عليا منا مانيش عارفه، ويبدا يعيط يبدا كوم سي جبتي هذاك لو بيبي وحدك، كوم سي انت اللي حبيتي وحدك. دونك هذا قرار مشترك لازم لكم تتشاوروا فيما بيناتكم وتتفاهموا على هذيك الحاجة اللي تفاهمتوا عليها. لا كيستيون العاشرة والأخيرة واللي هي مهمة جدا جدا في الجزائر، اسكو تخليني نروح لدارنا مور الزواج ولا لا لا؟ بيان سور راح يقول لك ايه، قولوا بصح زعما شحال من خطره في السمانه، شحال من خطره في 15 جوغ، كيما نقولوا شنو واش شحال تخليني نبات في دارنا كي نحب نبات. دونك هذه لازم تسقسيه، باسكو كاين اللي ما يحبهاش تولي تروح كل يوم، كاين اللي ما يحبهاش تروح طول طون دارهم ايتو، ويصراو بزاف خلافات مور الزواج وتقول لك شدني على دارنا. دونك لازم تعرفي عقليته قبل الزواج باش مور الزواج ما تحسيش روحك تصدمتي في السيد اللي راكي معاه. يعني قادره صدقوني هاد لي كيستيون، كاين بنات تقول لك قادر يكذب عليك وكلش، يقول لك ايه صدقيني يكذب عليك في كيستيون واحده زوج ثلاثه ماشي في 10. دونك تقدري راكي كبيره وتفهمي وراكي تقصري معاه وتميزي، دونك شوفي انت لي ريبونس تاعو اسكو يجو مع عقليتك. اذا شتي بلي بزاف لي كيستيون، شوفوا كونسونطريو معايا في هذه النقطه، اذا شتي بلي لي كيستيون تاعو بزاف ما طاحوش معاك، وشفتي بلي راكم خطوبين ولا راكم اون كوبل وحاب يجي يتقدم لك ولا، ويصراو بزاف خلافات بيناتكم، من دوكا نقول لك غير تسيباراو، غير خليه يروح في طريقه، وما تبكيش وما تقوليش 7 سنين وما تقوليش 3 سنين، باسكو الخلافات اذا كانوا قبل الخطوبه بزاف جو نهار كامل وانتم قطو فار سي سور كو مور الزواج راح يولوا حاجه وخت اخرى، وبعيد الشر ما راناش متمنين لكم لا طلاق لا حتى حاجه. دونك من دوكا كونوا قد قراراتكم
وقفوا على رواحتكم، سقسيو هاد لي كيسيون وباذن الله راح تعرفي اسكو هاد الانسان هو المناسب ليك ولا لا لا. و اون ميم طون اخطيوكم لي كيسيون تاع واش تحب لاك، واش من لا كولور بريفيري تاعك، وشنو لو بلا بريفيري تاعك، باسكو هادو ما راح تروحوا بهم لحتى بعيد. وهذه هي اذا عرفتوا هاد لي كيسيون لي ريبونس تاعهم اسكو يناسبوكم ولا لا لا، صدقيني راح تعرفي اسكو هذا هو الشخص المناسب ولا لا لا. نتمنى تكونوا صح صح استفدتوا في هاد لا فيديو، باسكو حسيت نعطيكم لو ماكس تاعي وسيت نفيدكم، باسكو هذه كما نقولوا حاجه مهمه جدا. انا وحده صدقوني هاد لي كيسيون كامل سقسيتهم للراجل ديالي وتاني عطيتو لي ريبونس تاعي، وانتي وحدك اللي تقدري تميزي. نتمنى ربي يهني كل وحده، واللي مازال ما جاش نصيبها ربي يبعث لك ان شاء الله، ونحبكم بزاف بزاف. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وحبيتكم تقولوا لي اسكو تحبوا دي فيديو هكا ولا لا لا. ما تنساوش تخليو لي جيم وكومونتير، نحبكم بزاف بزاف، باي باي.